مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من مشاهير وابرز عناوين حلقتنا لليوم. احاله اليسا الى القضاء بسبب زياد برجي، اعلاميه لبنانيه شهيره بتفقد والدتها بعد اسبوعين على وفاه والدها، الكشف عن تفاصيل فيلم نانسي عجرم الجديد، وفاه والد ديما الجندي ونجوم الفن بسندوا، وفاه حبيبه الشماع المعروفه بفتاه الشروق، هاني فرحات بيحتفل بخطوبته والعروس بتلفت الانظار بجمالها، ابن عبد الله الرويشد بيكشف عن تطورات وضع والده الصحي، ومحامي فاطمة المؤمن بيكشف عن تفاصيل جديدة بعد قرار حبسه، نقل ممثلة مصرية معروفة على أحد مستشفيات لبنان، وضيفة حلقتنا لليوم الممثلة القديرة نهلة داود. نفتتح الفقرة مشاهدينا مع قضية بعد عم تشغل الرأي العام بالرغم عن مرور وقت عليها، وبالتفاصيل عادت قضية الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية اليسا للواجهة من جديد بعد أزمتها الأخيرة على خلفية حقوق أغنية أنا وبس يلي قدمتها إليسا من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتفاصيل جديدة كشفها الفنان زياد برجي بتغريدة عبر منصة أكس نشر فيها قرار المحكمة يلي إجا فيه. أبلغنا المحامي جون قيقانو أن النيابة العامة الاستئنافية ببيروت ادعت وطلبت إدانة المدعى عليها إليسا الخوري إليسا بجرم المادة 582 من قانون العقوبات لإقدامها على الذنب الموكل زياد برجي، وتمت إحالتها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي ببيروت. وأرفق زياد برجي تغريدته بتعليق قال فيه: من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام الجمهور يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا، مش بس مسيئتنا، من واجبنا أنه ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن. هيدا هو ردنا يلي بهدي لك للناس يلي بتحبني، لأهلي وأصحابي، وأهم شيء لأحلى فانز بالدنيا. منكمل مشاهدينا مع خبر زعل جمهور الإعلامية اللبنانية ليليان اندراوس يلي فقدت والدتها بعد أسبوعين بس على وفاة والدها. وأعلنت ليليان خبر وفاة والدتها سميرة أبو أسعد على حسابها عبر فيسبوك، ونعتها بكلمات مؤثرة وقالت: موجوعة، ما عاد عندي قلب، انكسر قلبي، انكسر أول جزء انسلخ مع الغالي بابا من 15 يوم، الليلة تفتفت الجزء الثاني مع غالية الأميرة ماما. وتابعت ليليان وقالت: عقد ما حبوا بعض ما قدروا عفراء بعض. ننتقل لخبر رح يفرح جمهور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد ما تم الكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد مع الفنان المصري كريم عبد العزيز. وبالتفاصيل كشف الفنان كريم عبد العزيز عن تفاصيل فيلم شغل كايرو، وقال بتصريحات إعلامية: رح نعمل فيلم مع نانسي عجرم، وكنت بعرض روايتي بالسعودية، وأبو ناصر حبيبنا هو يلي قال شو رأيكم لو عملنا فيلم، وأنا بتمنى أشتغل مع نانسي. وأضاف كريم: هو فيلم لايت رومانسي كوميدي، وبتدور قصته حول شخص بينصب عليها وهي بترجع بتنصب عليه، ومن هون بتنطلق حبكة العمل. وتابع النجم المصري وقال: دخول نانسي عجرم للسينما بضيف للسينما، وشغلة بتفرح انه نجمة بهالحجم تدخل تمثيل، يا رب تكمل على خير. منتابع مشاهدينا جولتنا باخبار عربية متصدرة مع خبر هز الوسط الفني السوري من بعد ما اعلنت الفنانة السورية ديما الجندي وفاة لدى يوسف الجندي. وبالتفاصيل شاركت ديما النعوي عبر انستغرام وما رفقته بأي تعليق، وتبين بالنعوي انه بتشيع جثمان الراحل اليوم من دمشق، وبيتصلى عليه بمنطقة السلمية بريف حمص، وينقل بعدها لمدفن العائلة. وقد تفاعل عدد كبير من النجوم مع الخبر الحزين، ومنهم أمل عرفة يلي شاركت ستوري عز ديما وكتبت: والد الزميلة ديما الجندي والإعلامية لانا الجندي الأستاذ يوسف الجندي بذمة الله، الله يرحمه ويعطيكم الصبر عزائي الحارة. وكتب عدد من النجوم تعزيهم الحارة من خلال تعليقات على النعوة، ومنهم ديما قندلفت، مصطفى الأغا، كاريس بشار، باسم ياخور وغيرهم. وبدورنا طبعا بنعزي الفنانة ديما الجندي من استوديو مشاهير، ومنتمنى لها الصبر إلها ولعائلتها. الحزن اليوم مسيطر على أبرز أخبارنا من بعد خبر وفاة الشابة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها بغيبوبة من 3 أسابيع من بعد ما قفزت من السيارة بسبب خوفها من محاولة خطف. وكشفت التحقيقات أنه حبيبة كانت عم تعاني من كسور ونزيف دماغي أدخلها بحالة غيبوبة نتيجة قفزة من السيارة خوفا من خطفة من سائق سيارة تابعة لشركة أوبر.
ومش بس مسيطر على أخبارنا اليوم الحزن، كمان فسحة فرح مع خطوبة الموسيقار المصري هاني فرحات رئيس مهرجان الموسيقى العربية على دنيا جمعة المديرة التنفيذية لمهرجان الموسيقى العربية والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى بالوطن العربي بحفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولفتت العروس الأنظار بجمالها وإطلالتها الأنيقة. على صعيد آخر، تضاربت الأخبار بالساعات الأخيرة حول تدهور صحة الفنان عبد الله رويشد يلي تعرض لجلطة دماغية بشباط الماضي ونقل من بعدها للعناية المركزة بمستشفى بالكويت، وبدوره حسم ابن خالد رويشد حقيقة الخبر ونشر ستوري على انستغرام وقال فيها: مساكم الله بالخير، الله يتقبل طاعتكم وصيامكم. نفيا الأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبد الله رويشد، بحب أطمن الجميع باستقرار الحالة الصحية الحمد لله. وتابع خالد وقال: الوالد حاليا بيستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين، يرجى تحري الدقة ودعواتكم بالشفاء العاجل، أسأل الله أن لا يريكم مكروها بأحد. منكمل مشاهدينا مع قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد ما تسببت بمقتل شخصين وإصابة شخصين تانيين بحادث سير. وبالتفاصيل، كشف عبد الله اسكندر محامي ضحايا حادث فاطمة المؤمن لفوشيا انه بعد اصدار الحكم النهائي بالقضية بحبسها 3 سنوات راح يتم رفع دعوى مدنية ضد المتهمة والمطالبة فيها بالدية الشرعية، مشيرا الى انه المحكمة الكويتية كانت قد اصدرت اول احكامها على فاطمة بشهر اكتوبر من العام الماضي وقررت سحب رخصة القيادة. نختم أخبارنا ومشاهدينا بمصر مع الفنانة المصرية فريدة سيف نصر يلي وجهت رسالة لجمهورها بعد نقلها لأحدى مستشفيات لبنان بالتزامن مع تصوير مسلسلها الرمضاني. ونشرت فريدة عبر فيسبوك عدة صور من داخل المستشفى وكتبت: غرفتي بمستشفى زهراء لبنان، الحمد والشكر لله، ما تقلقوا، عمر الشقي باي. مشاهدينا، منوصل سوا مع فقرتنا الأخيرة لنستقبل ضيفة حلقتنا لليوم الممثلة اللبنانية القديرة نهلة داوود. أهلا وسهلا فيك معنا بمشاهير. أهلا وسهلا فيك فاطمة، رمضان كريم. وعليك، ينعاد عليك يا رب، رمضان كريم وصيام مبارك أيضا. أول شيء بدي بارك لك بمسلسل نظرة حب إلى جانب النجم بس الخياط والنجمة كارمن بصيبس يلي متصدر بالسباق الرمضاني. شو بتخبرينا عن تجربتك بهذا المسلسل يلي عم ينعرض على شاشة الجديد؟ أكيد ما بدنا ننسى أنه هو لشركة إبلا للإنتاج وللمخرج حسام علي، وعنا يعني مجموعة كبيرة من الممثلين السوريين واللبنانيين اللي عم بيأدوا أدوارهم بطريقة رائعة. شفناك عم بتأدي بالمسلسل دور المرأة يلي عندها نفوذ وبتترشحي على الانتخابات النيابية. إذا نهلة داوود كانت نائبة بلبنان، شو الشيء اللي بتفكري تغيريه؟ أبداً هيدا السؤال زيحي عني، أنا بمثل إني نائبة وبلبنان نو واي. ليه بركي بتغيري؟ عنصر نساء. أبداً، بس على أمل، على أمل، على أمل يكون يصير عندنا دولة وحكومة و انتخابات نزيهة ويرجع لبنان من أول وجديد ينبنى على إيدين شباب عندهم حلم بوطنهم وعندهم ثقة بوطنهم. هيدي شغلة كلنا منتمناها، بس نحن نتأمل بس يا رب يا رب هيك تتحقق أمنياتنا، لأنه بالصراحة نحن تعبنا. أكيد إن شاء الله بيتحسن وضع البلد. خبرينا أكثر عن كواليس المسلسل. المسلسل كواليسه رائعة جدا. المجموعة العاملة كانت من تقنيين وممثلين كلهم على قلب واحد، يعني حسينا هيك بفرحة كبيرة، حتى لوقت كنا عم ننطر ومنتسلى كنا ايد وحدة، وبعدنا للصراحة لهلا عم نصور. المسلسل طبعا رائع ويعطيكم الف عافية. في مشهد معين اثر فيك بمسلسل نظرة حب وما قدرت تنسيه؟ في مشهد حلو ايه انا بحبه كثير بيصير بيني وبين كارمن بطيبس، هيك هو لانه بكون في علاقة مميزة بين كارمن وقمر، عم بحكي عن الشخصيات. ايه هيك حلو حبيت، وفيك اكثر، في اكثر من مشهد، حتى بكره بتشوفوا هيك المسلسل عنده جو الخاص و
وهيك وسحره الخاص. واضح انه ما بدك تسربي لنا ولا اي مشهد. بنشوفك كثير بتنشري صور مع بناتك وبنتك لانا داخله عالم الاعلام، هل ممكن نشوفها بعالم التمثيل؟ لانا هي عامله للصراحه ماركتينج، بس كان عندها تجربه كثير حلوه على الام بي سي، كانت انكر مذيعه لسنتين، وهلا هي كمان عم تاخذ كرات بالتمثيل، واذا الله راد عندها اطلاله مميزه، لانه مؤخرا حكوا معها ببرنامج هيك لايت حلو، واذا الله وفق رح يبلشوا تصوير الشهر الجاي. بالتوفيق يا رب. نهلا بدي اسالك خبر وفاه الفنان فادي ابراهيم، بعده لهلا مشكل صدمه عند كثير من الوسط الفني. بعدنا لهلا كل الوسط الفني مش مصدق انه فادي تركنا وراح. بعد كيف لقيت هيدا الخبر؟ كانت نحن كنا عم نتابع كل حالته المرضيه وكل شيء كان عم يمرق فيه، وكنا شبه يعني هيك يعني كانه الواحد عارف شو بده يصير، يعني كثير بشع اللي مرق فيه صحيا، بس نرجع بنقول انه الله ترقب فيه ما عذبه اكثر، وقد ما بحبه ما راح لوحده، راحت امه معه. الممثله القديره الله يرحمه يا رب، الممثله القديره نهلا داوود، انا بدي اتشكرك وبالتوفيق بالمسلسل، مسلسل رائع ان شاء الله، بالتوفيق ورمضان كريم، وشكرا كثير على هذه المداخله. ميرسي الكل، رمضان كريم. بنعاد عليك. نوصل مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة، منشوفكن التنين المقبل بنفس التوقيت على قناة الجديد فن عبر يوتيوب، تصبحوا على ألف خير.